خلينا نروح للدكتور مهند مجدي رئيس بعثة النادي الأهلي المسافرة إلى غانا. دكتور مهند، ازي حضرتك يا فندم؟ ويعني طمنا عليك وطمنا على البعثة بالكامل. اهلا بك كابتن اسلام، واهلا بسادة الضيوف. والله يعني احنا حاليا اهو دلوقتي وصلنا الفندق، بس طبعا كانت اليوم كان شاق جدا، يعني ظروف صعبة جدا كانت محاوطة البعثة. بداية من ان احنا اتأخرنا طبعا عن المعتاد في ميعاد الاقلاع من القاهرة نظرا لاسباب فنية، بس طبعا تأخيرها كان مدته طويلة، اسباب حوالي فنية تخص الطائرة. اخبار فنية تخص الطائرة طبعا. وبعدين وصلنا مطار اكرا على يعني المفترض ان احنا هيبقى في خلال نص ساعه او ساعه الا ربع يتم بس بعض الاجراءات الصيانه والتفريغ والوقود وكده، وبعدين نتحرك تاني. للاسف قعدنا اكتر من برضه من 3 4 ساعات في المطار، وفوجئنا طبعا انه في مشكله مختلفه عن اللي حصلت في القاهره، برضه اسباب فنيه في الطياره يعني تحول دون صعوبه ان الطياره تقدر تتحرك. بالاضافه كمان انه على اثر ذلك يعني التصريح بتاعنا في الهبوط في مطار كوماتي تم الغائه، يعني فما كانش قدامنا دلوقتي غير ان احنا من وقتها واحنا بنعمل طبعا تحركات في جميع الاتجاهات وخطوه بخطوه. طبعا كابتن محمود الخطيب متابع معانا، متواصلين مع عشان كابتن الخطيب يبقى عنده علم بالامور اللي بتحصل كلها. تواصلنا طبعا مع الدكتور سعد شلبي عشان الامور الاجرائيه والتنفيذيه، وحطينا الخطط المحتمله او السيناريوهات المحتمله للفتره اللي جايه. واول ما نوصل لحاجه باذن الله هنقدر ان احنا نعرف بيها الناس ان شاء الله بشكل رسمي على منصات النادي الرسميه باذن الله. يعني طبعا نتمنى الناس كلها تدعمنا، ونتمنى ان شاء الله الامور تعدي على خير. وبطمن حضراتكم يعني الاوضاع حاليا بس مستقره، بس طبعا هو الموضوع مرهق جدا يعني. لكن بالنسبه للفتره الجايه كان بكره او كده لسه مش عارفين السيناريوهات المحتمله ايه، فهنبقى على اتصال. وطبعا ما ينفعش ما اشكرش معالي السفير ايمن الدسوقي على مجهوده معانا، ما سبناش ولا لحظه من ساعه ما بقى بلغونا بالمشكله، وتدخل حتى في تغيير الفندق الاقامه اللي احنا كنا رايحين له هنا في اكرا عشان نقدر كمان ان احنا نوفر يعني كل سبل الراحه. انت عارف احنا على قد ما بنقدر يعني في النادي بنحاول نوفر كل سبل الراحه للفريق، لكن في امور بتبقى خارجه عننا خالص، مش احنا خارجه عن ارادتنا، وكلها يعني اقدار يعني ربنا يكتب الخير اهم حاجه والامور تعدي على خير ان شاء الله. يعني حضرتك دلوقتي في الاوتيل واللاعبين في الاوتيل، وهننتظر لغدا ان شاء الله من خلال منصات النادي الرسميه ماذا سيحدث. باذن الله. صح كده؟ باذن الله ان شاء الله، لان احنا دلوقتي بصدد اعداد تقرير مفصل عن الواقعه اللي حصلت عشان نقدر ان احنا لو هيبقى في تحركات من مجلس الاداره يبقى معانا ما يثبت او ما هو موثق بالتقارير عن ما حدث طبعا النهارده طول اليوم لمحاوله تاجيل المباراه. طبعا طبعا هي لمحاوله تاجيل المباراه هي ضمن السيناريوهات المحتمله، فلكن طبعا ده محتاج يعني النادي الاهلي ياخد الخطوات المضبوطه والصح، وفي نفس الوقت الجهات كلها تتعاون وتتفاهم الوضع. لكن في الاخر احنا عاملين حسابنا مهما كانت الظروف، احنا عندنا استعداد نلعب تحت اي ظروف يعني باذن الله ان شاء الله. يعني الحقيقه انا ربنا كريم باذن الله. انا بشكرك جدا يا دكتور مهند على كل هذه الامور، وكالعاده الحقيقه دائما رئيس البعثه بيكون متواجد، واي رئيس بعثه لكل بعثات النادي الاهلي بيكون بيقوم بدوره على اكمل وجه، وكالعاده زي ما حضراتكم شايفين حاجه محترمه جدا من دكتور مهند مجدي. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور مهند مجدي رئيس بعثه النادي الاهلي في اكرا. الحمد لله طمنا، البعثه في الاوتيل، جميع افراد البعثه في الاوتيل القريب من المطار، بيتم اتخاذ بعض الخطوات لن يتم الاعلان عنها طبعا دلوقتي، ولكن سيتم الاعلانها
الإعلان عنها خلال منصات النادي الرسمية في الفترات القادمة أو في الساعات القليلة القادمة. وإن شاء الله ما سيحدث هيكون أمام حضراتكم على شاشة قناة النادي الأهلي وعلى منصات النادي الأهلي الرسمية.